هلا ابو ياسر. عرفت اللي خطف ولدي؟ جارنا عمار. متأكد يا ابو ياسر؟ تراك ما خليت احد الا شكيت فيه. متأكد 100%. ترى انا الحين اتابعه، بس يوقف برسل لك الموقع. طيب لا تتصرف باي تصرف قبل لا نجيك يا ابو ياسر. صار. ولدي ياسر وين؟ كنت عارف انك جاي وراي. كيف احساسك؟ شعورك هاللحظة وش؟ اسألك شعورك هاللحظة وش؟ اللي يرحم والديك ولدي ياسر، ترى ما له ذنب. اللي يرحم والديك. 25 سنة ضيعتني، 25 سنة ضيعتني، سويت في داخلي ندبة. ما علي الجار، ما علي الجار، يعني كان طيش صغار. بس صدقني ياسر، لا تأذي ولدي، أرجوك لا تأذي ولدي. أنا ما سويت له شيء، لأني ماني بخسيس مثلك يا خسيس. أنا أعترف لك إني أشعر بالذل والعار، بس ولي رحم والديك أترجاك، 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 سامحني، أبوس رجلينك، سامحني.